بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا مع الوقفة 35 من الوقفات التاريخية، ونسجلوها اليوم أمام ضريح ماسينيسا بالخروب ولاية قسنطينة، ونخصها لمؤسس أول دولة مستقلة جزائرية هي المملكة النوميدية، إنه ماسينيسا، ماسينيسا العظيم. وماسينيسا هذا إنسان إفريقي جاء بالمقولة المشهورة إفريقيا للأفارقة، بافريكو زافريكا. كان شاب يعني جسم يعني قوي، جمال، شجاعة، وقد يعني شارك في الحروب التي شنتها الإمبراطورية الفينيقية ضد الرومان، لكنه في آخر المطاف قرر يعني التحالف مع روما ضد الفينيقيين، وبتحالفه هذا قضى على سيفاكس الذي كان يحكم نوميديا الغربية وعاصمتها سيغا أو ماسيسيليا، ووحد ماسيليا وعاصمتها سيرتا التي كانت يعني من حكمه، وأسس المملكة النوميدية التي كانت تتربع على هذه الأرض أي الجزائر الحالية حتى نهر ملوية في غرب وجدة وشرق من تونس وجزء من ليبيا، ويحدها شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحاري، ومن الشرق إفريقيا البروكونسيلية، ولا في الغرب موريتانيا. ولد ماسينيسا سنة 237 قبل الميلاد، وتوفى 148 بعد الميلاد. توفى وعمره تقريبا 90 سنة، كان له 44 طفل، وقد يعني بقي يعني عافيا بصحة جيدة، وقد يعني كان له ولد وهو في عمره 86 سنة. قلت ماسينيسا الشاب تطور وأصبح ملكا لهذه البلاد، وحد نوميديا، صك العملة، أنشأ جيش وأسطول ودولة واقتصاد وزراعة وبلاد ثقافية. إنه ماسينيسا، وإحنا نتواجد في هذه يعني المقام، يعني كنا نتمنى أن نجد الضريح يعني يكون يعني بمقامه، يعني يمكن على العمل الكثير من أجل إصلاح هذا الموضع لأول رجل دولة وأول رئيس لهذه البلاد على مر التاريخ، إنه الملك ماسينيسا ابن غايا. وسنجول في الحال الوقفات المقبلة على بعض الجوانب الخاصة به، الجوانب الزراعية والجوانب التعليمية. وإلى وقفة من الوقفات التاريخية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.